34 years old female. فور لحظة لحظة دكتور. Thirty-four years old female patient presented with headache, right eye swelling, and proptosis. She gave history of previous facial injection for aesthetic purpose. اوكي دكتور اوكي ام ار في اكو دكتور ماكو ام ار اي في ام ار في ماكو ماكو ما شنو أعرف. كان الهيستوري دكتور عدي؟ هي 34 years old female with history of facial injection وصار عندها proptosis و headache. اوكي هسه عندنا دكتور مالتي سيكشن اكزيال ام ار اي اوف ذا برين شو هنا بالرو داتا مال ام ار اي بعد دكتور لا اشوف انه بروبتوس اكزوفالموس اوف ذا رايت اي جلوب also the prominent of the right superior ophthalmic vein بس دكتور مشينا بعد شوية تمام خلينا عن هاي السيكونس هنا prominent of the right superior ophthalmic vein والدكتور أجلس عندهم patient history مع الانجكشن اي facial injection. اوكي تمام مشينا بعد الدكتور مشيها سوي ما مسويه البيشنت سوي يعني poor quality شوي. اوكي زين الكونتراست دكتور طلع هنا الكونتراست خلي البري والبوست سوي بور عادي بور كواليتي نعم هاي تشيتو هذا دكتور يس كويس دكتورة خلي بري وات بوست كونتراست دكتور تي 1 اي تي وان بري تمام مشينا يعني نسوي بس مشينا دقيقة دكتور بس ثبتناها على البيل ماتكم اي شوية بعد الاصعاد اي اه. انزل اوكي تمام دكتور تمام دكتور ايضا نشوف
area of ossification بالكافيرنس ساينس كومبارجن وذ نيتف. شوي نزلنا اياها دكتور، لا شوف نزل شوي الليفل ولو زحمة عليك. اي نعم كافيرنس ساينس. احنا نجمع الفايندينج مالت اكزوثالموس بالرايت اي ودايليتد رايت سوبيريور اوف ثالميك فين و وين ايج وين اوف الانهانسمنت بالكافرنس ساينس؟ وين؟ وام هاي يعني على ترى شوف منا ومنا مع الكافيرنس وين؟ بدي اشوفه. يعني شوفون ليش شو مستعد راح يكون معك. انهانسمنت بالكافرنس ساينس؟ لا انا ما ادري اشوف، هم دا يبنون على الدايجنوسيس، هم دا يراهمون اي دا يراهمون. والله عمو هو هي عمها ما اعرف هي هذا انهاسمنت يعني اشوفها على البريفري مالت الكافيرنس ساينس وين هي الناس بتحط ما اعرف شلون اشرها. هذا؟ انوتيشن موجودة، هذا القلم اللي على الجهة اليسرى اللي جوا اشربي. اقول لك ساره، هو الانهانسمنت مال الكافيرنس ساينس هو يصير بروميننت، اما يصير الجهتين بها انهانسمنت او يونيلاترال مبين فرق كبير. يعني الكافيرنس ساينس، الكافيرنس ساينس هي فاسكولار، مو في اي تشو ياخذ انهانسمنت قليل، هو لا ياخذ لا ما ياخذ، يعني من ياخذ اوكي يصير بروميننت بروميننت ساينس. خلي يشوف يلا تمام يلا كمل انت. زين. بعد مشينا حنشوف على الاوكسيبيتال وياها على البصير فوس مشينا ياها انا دا اشوف multiple dilated vessel tortuous بالاوكسيبيتال بالسيربيلم بالبصير فوسة وياها مشينا مشينا دكتور اي بس عمو بالنسبة للبرزنتيشن مع البيشنت يعني هي اكزو يونيلاترال اكزو ثالماس او دايليتد سوبيريور او ثالميك فين يعني هاي هي عادة الفايندينج مالت الكاروتي وخصوصا عندها هيستوري مع الانجكشن هي الكاروتي كافيرنس فيستولا اللي يجي ويا هاي الفايندينج زين، هاي البروميننت فيسل اللي بالبوستيرير فوسه اي وبالسيرابيلوم شنو علاقتها؟ ها ها عمو ممكن فينس كونجستشن فيصير عندنا بروميننت فيزل انت لو كنت موجوده بالام ار اي تكتفين بهذا الفحص لو تطلبين بعد شيء اضافي؟ والله عمو هو بالنسبة حتى أتأكد إنه على هذا الفايندينج مالتنا أشوف الدوبلر أطلب دوبلر الآي دوبلر ألتراساوند حتى أتأكد الدوبلر. منها وممكن الأم آر في هم يفيدنا شوي نشوفه نعم، يعني قبل ما اسوي دوبلر هو اكيد ام ار في مريض براني، اي فما تطلعي يسوي له دوبلر وترجعي. زين، اي عم. تكتفين بالام ار اي لو تطلبين في انذر انفستيجيشن؟ والله عمو احنا ايش عندنا عندنا احنا الديجيتال سب تراكشن هاي الحالة هو الجولد ستاندرد كونفنشنال ديجيتال سب تراكشن حتى راح يشوف فينا وممكن السي تي ان جي هم يفيدنا نعم، فانت هسه اي انت هسه ورا ما خلصتي هذا الفحص تختار الحين دي اس اي لو سي تي انجيوغرافي؟ اقترح عمو سي تي ان جي هو الاوف تشويس نعم، سي تي انجيو احنا بالنسبه لنا الدي اس اي از بريزيرف فور انترفنشن حاليا، اي اذا نريد نسوي انترفنشن يلا. ما فكرتي ديفرنشال دايجنوسيس شنو بابا ساره؟ يعني ليش ما فكرتي ثرومبوسيس؟ هم عاده هذول اهل الانجكشن يصير عندهم فينس ثرومبوسيس، كفرنا ساينس ثرومبوسيس، ليش ما اي فكرتي بالك؟ وهي ما عندها هيستوري مال تروما حتى تروما سي بالضبط سي هو سي سي اف انجكشن اي كاراتي كفرنا فيستشولا، اوكي ليش ما فكرتي بالثرومبوسيس يعني؟ وهاي كولاترال فيسل، هاي كولاترالز كلها وكولاترال بازل اي اما هو فينوس كونجستشن صاير كأنه بس مو بالبوستيرير يا بنت، هي بالانتيرير انجكشن بالفيس. اوكي يعني هو شنو علاقه الانجكشن بالكاراتيكا كافرنس فيستشولا؟ هو ساره ليش فكرت انت ايش؟
والله عمو، هي يعني هي مرات هم واحدة من الكوز هم الثرومبس هم تسوينا ممكن في السنة، يعني من الكوزة ترمبس يسوي فيستشيلي؟ يعني إذا هذه في الكرونيك صايرة. هاي سارة، شكرا شكرا سارة. أحمد ماجد، السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام، هلا أحمد، تفضل أحمد، شنو رأيك؟ والله أستاذ، يعني هي هذه السيجنال الموجودة بالبوستيرير، بالبوستير فوسا بالسيربيلم، و يعني أعتقد لازم نسوي يعني فينوس ستادي، هم يعني سي تي، ام ار يعني في بالأم آر في بالضبط، تو اكسكلود السي في تي، سيربرال فينوس ترومبوزس. شنو رايك بالكيس اول شيء؟ شنو هذا؟ ايش تكتب بيها؟ شنو؟ يعني استاذ، هو اكو بروبتوسز، اكو ممكن بروميننسي اوف ذا سوبيريور اوفثالميك فين، يعني هذا اللي شفته اني يعني، وهذه السيجنال الابنورمال الفيزلز اللي بالبوستير فوسا بالسيربيلم بايلاترالي، فهي يعني تصور بعد تحتاج شغلات يعني استاذ. تكتب انت بالريبورت، يعني تكتب انه هاي كانت كافرنس فيستولا ثرومبوسيس نيد فرذر ايفالويشن، ايش تكتب لهم؟ والله استاذ، يعني need further evaluation، قلنا لازم نسوي ام ار في. يعني احنا ما اعرف استاذ رعد واستاذ كاوه، احنا صاير عندنا موده هسه يكتب ريبورت مقطم ويكتب فور فرذر ايفالويشن وكانه الفحص ما مسويه. انا هواي ريبورتات توقع بيدي انه يعطي ديسكريبشن ويشوف وبعدين يقول فور فرذر ايفالويشن، يعني ما اطفت شيء. انت على الاقل تطلب بروفيشنال دايجنوسيس وتطلب فرذر ايفالويشن. احمد نعم استاذ، اكيد صحيح، اي شنو اللي ببالك انه ولازم فعلا يعني نقول واتس نيكست يعني. اي بالضبط انت هسه شو تخلي ببالك؟ الفيستولا ثرومبوسيس انذر ديفرنشال دايجنوسيس، بس هاي ما لها علاقه بالانجكشن اللي قالوا بيه. يعني ما صار اكو هيستوري يعني دايركت، يعني ويا هذا الانجكشن قد يكون اكو نعم هيستوري لكن مو اكيد يعني. نعم انت ايش تكتب؟ تكتب انجكشن، تكتب هذا فيستولا، لو تكتب هذا ثرومبوسيس، لو تكتب اذر دايجنوسيس، ايش تكتب انت بالريبورت مالتك؟ نسوي النكست، احنا اللي نعطي سجستشن انه على الاقل الام ار في، نشوف الساينسز، نشوف اذا اكو مثلا بولونج ديفكت بالساينس، او اذا اكو سيجنال ممكن تطلع عندنا مثلا لا على هذا هسه هو جاب لك هذا واقع حال، هذا الفحص واقع حال، ما ماكو ام ار في. اي استنى. هو علي حسين ما عندك ام ار في؟ استاذ يعني دورت ما موجود بالفحص. ما موجود. فاذا لازم انت هذا الفحص انفحص والمريض راح البيت، لازم تكتب الريبورت مالته. ايوه استاذ، مشكلة. طيب هاي الكلاسيكال ستوري، هو كل كيساتنا هالشكل اي صحيح صحيح ولا لا؟ صحيح، اي والله استاذ صحيح. ومنين جايبها؟ غير الرجال جايبها من الواقع لو جايبها من عنده؟ لا هو صحيح. جايبها من الواقع. يقول لك المريض راح ومحصنه وما ادري وين. نعم. فانت شنو رايك احمد، هذا اقرب الى شنو؟ اقرب للفيستولا، اقرب للثرومبوسيس، اقرب للكونجنتال، اقرب للانفكشن، شنو اللي ببالك هذا؟ يعني استاذ، هي المفروض احنا مثلا لو بدنا نلقى مثلا اذر ساينز مال الكاروتيد كورفيرنس فيستولا، مثلا انلارجمنت بالاكسترا اوكيولار مسل، انلارجمنت بالكافيرنس ساينس، الانهانسمنت مالته يشبه بالضبط الكاروتيد ارتري، نعم يعني اذا نلقى هذه الفيتشرز اللي هي ترجح الكاروتيد كافيرنس فيستولا نقدر نقول، لكن اي اذا احنا ما بدنا نلقى هذني كلهن، اتصور لازم يعني ننتظر قبل ما نقول هذا التشخيص. تنتظر بس اذا شنو شفنا مش التشخيص؟ بلا تمشي الكيس دكتور علي، يعني استاذ لازم نسوي فد شي نيكست. انت هسه هذا هسه موجود بالله الكيس قدامك، اكتب الريبورت احمد، شو تلف وتدور، اي استاذ، هاي قدامك الكيس، اكتب اني راح اكتب فلانشي اقرب الى الفلانشي وريد فرذر ايفالويشن. والله استاذ يعني هو ممكن انه ننطي سجستشن مال السيربرال فينوس ترومبوزز، ونريد سجستشن انه ام ار في.
اتوقع هذا اللي اقدر اكد به. شكرا احمد، يلا علي احكي لنا على الكيس واذا مسوي توكرو عليه. هي الكيس طبعا هي تشخصت يعني كسجسن يعني، ودزوها فور فردر ايفالويشن يعني في وقتها، انه طو سجسن يعني كاروتيد كافيرنس فيستولا. فما اعرف يعني استاذ، هي يعني انت الكيس لقيتها لو كنت حاضر من كتبوها، أنا كنت حاضر من كتبوها. يعني على الاقل يسوون ام ار في إيه يعني مو يعني ما أعرف أستاذ، هو يعني انت لما سنين. اقترحت ديفرنشال دايجنوسيس يعني قلت لك ما عندها هيستوري اوف تروما، قال لك استاذ راح ما عندها هيستوري اوف تروما، سالها الاشاره لا ما عندها هيستوري اوف تروما يعني، اي بس انجكشن. يعني شنو علاقة الانجكشن بالكاراتيك كافرنس فيستولا؟ يعني هسه انت من تروح للكوزز مال الكاراتيك اكو بيها انجكشن؟ يعني انه اي يعني يصير ممكن انه ثرومبوسيس وريفاسكولاريزيشن، ويصير فيستشولا، يخلص تبقى رجعنا الفيستشولا للثرومبوس، رجعنا اي، للثرومبوس. بس يصير ريفاسكولاريزيشن يعني استاذ قرأت. يلا ماشي، الكيسات العفو يعني هاي موجه الكلام لعلي وللاخرين، الكيسات ما قاعد تختاروها بعنايه، اول شيء الكيس لازم تجيبها كومبليت فيها فيرذر ايفالويشن، يعني مثلا المفروض هذا عندنا الفولو اب مالته السي تي ان جي او مالته ونشوف انه او على الاقل نعم الفولو اب ونشوف نعرف صار زين او ما صار زين، او على الاقل الفولو اب ام ار اكزام في اقل الاحوال. يلا علي احكي لنا على التوك ماشي اذا استاذ. مسوي توك. واحنا توك اليوم على الكاراتيد كافيرنس فيستشولا. يلا ماشي ماشي، كاراتيد كافيرنس فيستشولا represent abnormal ما طلع الشو communication. علي بعدنا على الكيس، ما طلع البرزنتيشن تمام. الغير برزنتيشن انا لغيت لك اياها، يلا سوي شير لل تمام. اي تمام. Carotid or cavernous fistula present abnormal communication between carotid and the cavernous sinus. They can be classified as direct or indirect, which are separate condition with different etiologies. Potential routes of carotid cavernous fistula venous drainage, whether anterior drainage by the orbital veins, eventual draining to angular and facial vein, posterior drainage, superior and inferior petrosal sinuses, contralateral drainage by circular sinus, superior drainage by superficial middle cerebral vein, and inferior drainage by pterygoid venous plexus emissary veins. Clinical presentation usually present with the pulsatile exophthalmos in 75% of cases, chemosis and subconjunctival hemorrhage, proptosis, progressive visual loss, pulsatile tetanus and raised intracranial pressure, subarachnoid hemorrhage, intracerebral hemorrhage, autoregia and epistaxis, cranial nerve pulses in the third, fourth, fifth and sixth nerves. Classification could be classified according to various features, whether according to flow, to high flow and low flow, and etiology, whether spontaneous or traumatic. Vascular anatomy is most frequently used to divide the carotid cavernous fistula into two main types, direct, in which there's direct communication between intracavernous internal carotid artery and cavernous sinus, and indirect, in which there's communication exist by branches of the carotid circulation. Borrow classification of carotico-cavernous fistula type A, in which there is direct connection between intracavernous internal carotid artery and cavernous sinus. Type B, which is indirect by dural shunt between intracavernous branch of internal carotid and cavernous sinus. Type C, indirect dural shunt between the meningeal branches of external carotid and cavernous sinus. Type D, in which the combined type B and C.
direct carotid cavernous fistula open secondary to trauma, and the presentation is acute and symptoms develop rapidly. Etiologies of direct carotid cavernous fistula, whether traumatic by blunt penetrating trauma or iatrogenic, spontaneous, in which there's could be internal carotid artery aneurysm rupture, or it may be associated with collagen vascular disorders like Ehlers-Danlos syndrome, CDOG, and with CDOGs and thromboelasticum and fibromuscular dysplasia. Another cause is minor episodes of trauma or vasava during coughing or sneezing. Indirect barotype B or C, C and D. Indirect fistulas are due to communication by multiple branches between internal and or external carotid arteries and the cavernous sinus. The most frequent is type C with meningeal branches of external carotid artery forming the fistula. They are thought to occur secondary to cavernous sinus thrombosis with revascularization, other predisposing factors, pregnancy, surgical procedures, and sinusitis. Etiologies of indirect carotid cavernous fistula, two possible mechanisms, breakdown of small thin-walled dural arteries that transverse the cavernous sinus, opening of small anastomotic dural channels resulting from whether venous sinus thrombosis or elevated venous pressure. Risk factors, as we mentioned, atherosclerosis, diabetes, hypertension, and pregnancy. Radiographic feature, CT NGOs, angiography is non-invasive imaging modality of choice for evaluation of suspected fistulas. Features include orbital congestion causing proptosis, exophthalmos, retroorbital fat stranding, enlargement of extraocular muscles, venous engorgement and enhancement, in which there is the enlarged superior ophthalmic vein and bulging cavernous sinus. Asymmetric enhancement of cavernous sinus with attenuation similar to that of internal carotid artery and higher than that of a transverse sinus. This example of carotid cavernous fistula in which there is dilated superior ophthalmic vein with the enhancement early enhancement of the cavernous sinus. This condition represents bilateral carotid cavernous fistula in which there is bilaterally dilated superior ophthalmic vein and early enhancement of both cavernous sinuses. Conventional MR imaging findings suggestive of carotid cavernous fistula include prominent flow voids in the involved cavernous or inferior petrosal sinuses on spin echo sequence, dilated intracavernous venous channels, as well as the sequelae of orbito-ocular congestion, including enlargement of the superior ophthalmic vein and extraocular muscles and proptosis. However, these findings may only be present in high-flow fistulas, with conventional MR imaging being relatively insensitive for lesions demonstrating less rapid arteriovenous shunting. This image show MRI that showing proptosis of the right eye, and there's a dilated ophthalmic vein and associated with the enhancement of MRA showing enhancement of the right cavernous sinus and the inferior petrosal sinus. This MRA showing there's dilated ophthalmic superior ophthalmic vein associated with enhancement of here of the cavernous sinus. And here there's enhancement of the sphenoparietal sinus. Another image showing dilated superior ophthalmic vein with enhancement of the cavernous sinus.
The radiographic features, according to modality, and the features, the findings in MRI, flow voids, cavernous and flow voids in the cavernous and the petrosal sinuses, distension of the cavernous sinus, dilated intracavernous channels, sequelae of orbito-ocular congestion. The disadvantage of MRI, insensitive for moderate to low flow fistulas. In MRA, there's a flow-related enhancement of the cavernous sinus, but the disadvantage, it's not 100% specific. And in CTA, there's a distension of the cavernous sinus and early sinus enhancement in arterial phase and dilatation of draining venous tributaries. Angiography is a catheter-based digital subtraction. Angiography is the gold standard imaging technique due to superior spatial and temporal resolution, rapid shunting from internal carotid artery to cavernous sinus, and there's a large draining veins, retrograde flow from cavernous sinus, most commonly into the ophthalmic veins. This image showing digital subtraction angiography that of the internal carotid artery, showing there's early enhancement of the cavernous sinus and the superior dilated superior ophthalmic vein. Treatment and prognosis. The natural history of carotid cavernous fistula is highly varied, ranging from spontaneous closure to rapid progressive symptoms. As such, therapy is similar, variable, ranging from conservative expectant management to emergent endovascular or surgical intervention. Conservative management as a proportion of low flow carotid or cavernous fistula spontaneously closed initially, initial conservative management of ocular symptoms is often first employed, provided no high risk features. Carotid compression therapy, which is added to conservative measures by compression of the carotid jugular region at the level of the carotid bulb, can be useful in the treatment of indirect fistula, resulting in closure of up to 30% of cases due to progressive thrombosis due to intermittent stagnation of blood adjacent to existing clot. In contrast, it's only successful in 17% of direct fistula due to higher flow through the larger defect. Endovascular treatment is the mainstay of treatment for patients that fail or not suitable for conservative management and compression therapy. The indirect fistula treatment of direct fistula requires the occlusion of the tear in the internal carotid artery. This can be achieved in variety of ways. By transarterial covered stent or transarterial placement of detachable balloon or transarterial or transvenous coil or other embolic material placed through the defect or transarterial occlusion of the internal carotid artery. Indirect fistulas requires either transarterial occlusion of feeding arterial branches and or transvenous occlusion of the cavernous sinus. Transvenous access can be challenging and may require access via the superior ophthalmic vein or the inferior ophthalmic vein or lateral pterygoid plexus or the superior petrosal sinus. Surgical treatment. Surgery is related to most institutions for cases where endovascular management is unsuccessful or impossible. Treatment may involve ligation or trapping of the involved arterial segment. Complications include spontaneous hemorrhage, can be subarachnoid hemorrhage or intracerebral hemorrhage or extracranial hemorrhage, example on like epistaxis or autoregia. Ocular complications are also common and often one of the driving factors in embarking upon treatment. Thank you.